السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم سوف أقدم لكم فلان بالجزر، سهل وسريع وأكيد لذيذ، أتمنى أن تجربوه. نبدأ على بركة الله. مقادير فلان بالجزر: 3 و4 جزرات مسلوقة في الماء، نصف لتر حليب، سكر، علبتين من فلان بنكهة الباني. لنمر إلى طريقة تحضير فلان بالجزر. نقوم بوضع الحليب في الخلاط الكهربائي، والجزر المسلوق، أنا وضعت 3 ملاعق كبار من السكر. نخلط كل العناصر جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. ونضيف عليه الفلان. نقوم بخلط كل، ثم نضع الخليط فوق نار خفيفة وهادئة حتى الغليان، ونتركه يغلي لمدة 3 إلى 4 دقائق. مع التحريك نصب الخليط في مول أو في كؤوس حسب الرغبة. ثم يوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك. هذا هو الشكل النهائي لفلان جزر، زينته بشوكولاتة فيرميسيل وبدوائر الجزر. يقدم باردا في الصحة والراحة. أتمنى أن يعجبكم. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك على قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل أن تدعموني، ودمتم في رعاية الله.